عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب. صباح الفل سيادة النائب. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، منورنا في صباح البلد. يعني خبر مهم جدا عن السياحة العالمية، وباعتبار حضرتك طبعا رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، كلمنا عن دور اللجنة لجنة السياحة في مجلس النواب وتنمية السياحة في مصر بشكل عام. الحقيقة هو الدور النص عليه طبعا القانون والدستور هو ان السلطة التشريعية تقوم بإعداد المشاريع ومناقشة الحكومة فيها، وتلقي ايضا مشاريع القوانين من الحكومه ثم الرقابه على الاداء. لجنه السياحه بحكم انها لجنه مستحدثه في الفصل التشريعي الاول بعد دستور 2014، فهذه اللجنه حاليا حقيقه منذ انشائها بتقوم بمسانده القطاع السياحي في التعديلات التشريعيه زي ما قلت، وفي نفس الوقت مناقشه المشاكل الخاصه ب القطاع مع الجانب الحكومي. والحمد لله يعني اللجنه منذ انشائها قائمه بدورها الى حد كبير في حل المشاكل. طب كويس جدا. طب سياده النائب، خليني اسال حضرتك عن اجنده لجنه السياحه بمجلس النواب وابرز التشريعات والقوانين اللي حضرتكم بتناقشوها. الحمد لله يعني كان هناك اتجاه، كان عايزين نخرج بره النمط التقليدي اللي مصر عاشت فيه منذ يعني السبعينات وما يعني الستينات، اول ما السياحه بدات في مصر تنظم، وهي السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه. مصر ربنا حباها بموقع جغرافي فريد. مصر اعطى شعبها يعني قدره وتنوع فريد من نوعه. لما نيجي نمسك كده التنوع السكاني من اول الشمال للجنوب او من الشرق للغرب، نلاقي في بلد واحده تنوع جميل جدا بثقافات بتراث متعدد. في نفس الوقت ادانا مناخ طبيعي برضه متعدد، وهنا لقينا انه في نمطين يجب ان نكون احنا مهتمين بهم جدا، وهو السياحه الصحيه. وقد يتراءى للبعض يقول لك السياحه العلاجيه، لا، السياحه الصحيه اللي هي بتشمل. انتوا مفرقين في التعريف سياده النائب؟ هو الصحيه اعم واشمل. اعم واشمل بدليل بدليل ان لجنه عندنا في المجلس اسمها لجنه الصحه، الوزاره اسمها وزاره الصحه، المنظمه العالميه اسمها منظمه الصحه العالميه، ما اسمهاش منظمه العلاج او وزاره العلاج. لكن هو العلاج جزء من المنظومه ككل. مظبوط. فالعلاج هو ده، احنا عملنا له قانون لما دوله رئيس الوزراء اصدر قرار بانشاء اللجنه العليا للسياحه العلاجيه. وهنا كان لقينا ان في قطاعين هيبداوا ان هم يتعاونوا سوا. طبعا لو احنا اتكلمنا على الجزء العلاجي فقط هيبقى دور السياحه هنا بيتقلص جدا، لانه فعلا دور السياحي مع العلاج يعني ما هوش مناسب قوي. اما مع الاستشفائي وده نمط من انماط السياحه الصحيه، فده هو الدور اللي بتعاظم فيه هو ده النشاط اللي بتعاظم فيه دور القطاع السياحي، وخصوصا القطاع الفندقي. أكيد. طبعا في مفاهيم كتير كانت مغلوطة، احنا حاولنا في القانون ان احنا نوضحها عن طريق تعريفات زي ما سيادتك تفضلتي. فبنقول العلاج والاستشفاء والسياحة الميسرة اللي هي برضو جديدة، خاصة بكبار السن وخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم ذوي القدرات الخاصة والاحتياجات الخاصة. طيب أخيرا كده وسريعا سيادة النائب، يعني إحياء مسار العائلة المقدسة، حضرتك كان ليك دور في هذا الملف، يعني سريعا كده وباختصار بعد إذن حضرتك. ده يا فندم برضو من ضمن الأنماط الجديدة اللي احنا عايزين ننميها، اللي هو السياحة الدينية. السياحة الدينية هي والسياحة الصحية لا يستطيع أحد أن يستغنى عنهم مهما حصل، مهما كان في ظروف اقتصادية. فهي مسار ان شاء الله، يعني انا بعد ما اقفل مع حضرتك احنا رايحين في اجتماع مع وزاره التنميه المحليه خاص بهذا المسار، ان شاء الله في خلال فتره وجيزه نبدا نكون عملنا انجاز طبعا إن بمباركه القياده السياسيه. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب عمرو صدقي رئيس لجنه السياحه بمجلس النواب. بشكركم مشاهدينا على المتابعه.